انسى احاولوا مراجعه معك بعض الدروس هذه السنه، اول سنه نبداو. أميمة تبكي في فراشها، لماذا؟ لأن محمد بلوكها من الفيسبوك. أحسنت. الآن سؤال ثاني، طامو مريضة بالسخانة، لماذا؟ لأنها تدور في الشموش. أحسنت. الآن سنمر إلى درس آخر وهو درس أنيق وجيد سنأخذ فيه معا، هو أب غريرة. املأ الفراغ بما يناسب، بماذا نملأ البغريرة؟ بالزيت والعسل. أحسنت يا عسل، مصطلح عسل هو مصطلح رنان وطنان أضفته لنا. الآن سنمر إلى منحة آخر وهو درس النشاط العلمي. النشاط هو العلم. إلى ماذا تنتمي هذه المقطوعة؟ إلى نص العلوة. نعم أحسنت. الآن املأ الفراغ بما يناسب. والبغرير شباكية أرامية. والله يعطيك الصحة. الآن سنمر إلى الفن التشكيلي وهو فن أنيق أيضا وفن رائع. الله غمو، هذا فن، هذا تاريخ، هذه حضارة. دخلنا عليكم بالله، واش هذه قراية، واش هذا تعليم؟ الله ينعم.